كنت اتكلم كنا قبل شويه ان بعض الاشياء بعض المنتجات كل ما زادت نفرتها في السوق قلت قيمتها، فهي الندره عرض وطلب. فلقى الانسان استخدام النقود، عارف النقود استخدام الانسان اول المعادن، ما هي المعادن استخدام الانسان القديم في التبادل التجاري؟ برونز. البرونز، فضه، نحاس، ذهب، ذهب، رصاص، هذه المعادن الاساسيه. طبعا الانسان لاحظ ان المعادن مختلفه عن بعضها، لما كان يعدل المعادن وشاف انه مثلا جاب الحجره خلاها في النار، طبعا شاف النار ايضا مهم جدا، شاف النار مهم جدا طار. لما شاف النار الانسان وبعد فتره حصل انه خلى الحجره في النار وذابت، بدا اكتشاف النحاس. بعدين اكتشف والله في شيء معنى اخر هو لونه ابيض او لونه فضي، فصار فضه، يصير فضه. بعد فتره اكتشف معدن قال ان الفضه تذوب مثلا في حراره مرتفعه جدا. في معدن اخر يذوب في درجه حراره اقل تشبه الفضه. فاكتشف الزنك. اخو الزنك. خام الزنك، وقلنا بعد احنا خام الزنك الان مشوه. يعني كثير من المنتجات اللي كانت اول برونز وكانت نحاس الان اصبحت زنك. فالزنك بعدين خلط مادتين، الانسان خلط مادتين، خلط النحاس والزنك، طلعت ماده جديده اللي هي البرونز. البرونز قالت هذا ذهب نفس لون ذهب، البرونز لونه مقارب لون ذهب، وقالت ماده جديده. ماده البرونز مختلفه عن النحاس او خصائصها مختلفه عن النحاس، مختلفه عن الزنك، وخصائصها مثلا على سبيل المثال انها مقاومه للاكسده، انها مثلا قوتها قوه تحملها اعلى. فبدا الانسان يستخدمها في الاسهم، استخدمها مثلا في المنتجات الغاليه، واصبح البرونز ماده شائعه في الاستخدام. وطبعا اضافه لمظهرها الجميل البرونز، الزنك لونه مو لون زنك، لون زنك، لون زنك رصاصي او فضي كذا. لون النحاس، النحاس النقي اخضر يميل الاحمر النقي يعني بعد ما صنعه. فلما خلطت مع بعض طلع اللون لون البرونز ذهبي. فخصائص، فبدا الانسان يذكر السبائك، السبائك اللي هي معادن مخلوطه مع بعض البعض. لاحظ ان لما يخلط معادن مع بعض البعض يطلع له ماده جديده. فعلى سبيل المثال مثلا الحديد، الان كنا نتكلم قبل لا جينا عن ستانلس ستيل اللي هو سبائك من النحاس اللي ما تستخدمها في الاماكن في البحر اوف شور، او استخدم او حتى خصائصها تكون اقوى او كذا. فالانسان بدا يخلط معادن مع بعض البعض، وطبعا هذا جدا مهم. الدول العظمى تستخدم هذه التقنيات او تستخدم تقنيات لانتاج سبائك جديده، حتى في مواد اشبه الموصلات، حتى في اشبه الموصلات لها سبائك. فتبدا ابتكارات في ابحاث كبيره في هذا الجانب، وطبعا مجال كبير لهذا الجانب. طبعا انا اتكلم عن هذا الموضوع، وقلنا بانه الانسان استخدم الاحجار في 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 حتى في عمل الاواني. الانسان استخدم الاواني الاحجار في عمل الاواني، وايضا عطلة النحت. ولاحظ الانسان انه في بعض الاحجار هي قاسيه، نحتها قاسي، وفي بعض الاحجار لا، نحتها تنحت بسهوله. فاصبح الانسان عنده مهارات، كما قلنا الانسان مهارات، لازم يطور مهاراته. اصبح عنده مهارات في نحت الاحجار، في معرفة الأحجار هذا هش وهذا صلب وهذا قابل نحت وطريقة نحت إلى آخره. كما قلنا تكلمنا عن الموضوع اللي هو النقود، وأنا بعرض بعض الأشياء عن النقود. أيضا تكلمت عن نقطة مهمة، الندرة. ندرة ندرة عرض وطلب، كل ما شيء ندر كل ما زاد قيمته، كل ما شيء وفر قلت قيمته. فبتكلم عن نقطة أو شيء صار فيه اللي هو عند الرومان اللي نسميه بين قوسين تضخم. تضخم الاسعار لما كنت انا قبل 20 سنه في الجامعه، يعني كانت او 24 25 سنه سابقا، كانت الاسعار غير مختلفه عن اليوم، كانت المعيشه مختلفه عن اليوم. في تضخم، نتكلم عن ليه التضخم. التضخم كان عند الرومان. الرومان كامبراطوريه كبيره كانوا يغزوا الدول الثانيه بهدف اقتصادي انهم يسيطروا بياخذوا ذهبهم يسرقوه ويخلوه في السوق تداول يعني يصير تداول في داخل الدوله. فكانوا غزو، بعدين ما حصلوا على غزو او مدن ثانيه او مدن ثانيه ما عندها شيء، او فقيره او مخاطره كبيره في غزوه. ففكر البعض في طريقه، قال احنا ليش ما ناخذ الات الدوله اللي تجينا من ضرائب ومن ايجارات ومن كذا، ان عيد اذابتها مره ثانيه ونضيف لها شويه معادن ثانيه، نحاس شويه، فضه شويه، فيصير مو الذهب
دنانير يطلع 5 دنانير يزيد يعني عدد النقود بحيث انه يقدر يغطي احتياجات السوق. فسوى لي بهذه الطريقة ولكن صار انه التجار عرفوا انه هذا الذهب ما هو ذهب بعيد فصار تضخم. كان هذه اول اشارة للتضخم اللي احنا نعيشه اليوم بسبب نظام الاقتصاد الحالي فصار شيء اسمه تضخم. كل يوم نعيش تضخم اليوم يعني صار نمط في الاقتصاد شيء اساسي في الاقتصاد الحالي لكن هذا بدا في عصر الرومان. فالمهم انه الخلاصه في هذا الموضوع الندره. فما كنت موقف من استغلال خصائص الاحتيال والمعادن طبعا اذا بتسوي عمله ذهبيه واحده يعني عمله طبعا الدوله الاسلاميه الدوله العباسيه هذا من نظام الدوله العباسيه اذا مروا عمله من الذهب عمله ذهبيه للدوله العباسيه. فالدول القوية والغنية تصدر عملات ذهبية في ذلك الزمان. اليوم أصبحت العملات حتى ما ورقية أصبحت حتى إلكترونية. في الأحجار الكريمة والمعادن بصفة عامة معادن في معادن كل حق يعني بصفة عامة الكثافة النوعية. الكثافة النوعية من الأشياء المهمة والموصولية الكهربائية خصائص الأحجار خصائص المواد مختلفة عن بعضها البعض. مواد مختلفة في خصائصها عن بعض البعض. مثلاً الكثافة النوعية ممكن تخلون الكثافة النوعية؟ الكثافة النوعية الكثافة النوعية الكثافة النوعية كتلة بالنسبة بالنسبة للحجم الحجم للساعة صحيح. الكثافة النوعية هي الوزن الحجم. على سبيل المثال ذهب أثقل ولا من حاس ذهب أثقل كثافة الذهب أثقل من النحاس. كثافة الرصاص أكثر من النحاس على سبيل المثال. يعني في كل مواد مختلفة في كثافتها النوعية. وطبعا هذا مهم مو فينا مثلا كثافة نوعية كيف ممكن نعرف إنه يعني كثافة نوعية يعني كيف تفيدنا؟ ممكن فصل معادن ممكن حتى نعرف معادن هذا أصلي ذهب أصلي ولا ذهب مقلد. هل هو أصلي ولا مقلد الذهب؟ كثافة مثلا 18 طلعت أقل مثلا نسبة كبيرة 12 على سبيل المثال هذا مقلد ما أصلي أو مخلوط أو كذا. في المعادن أنا أبغى أشحن مثلا المواد من مكان آخر مثلا أقدر أقيس كم أقدر مثلا من الكونتينر الواحد 25 طن كم أقدر أخلي فيه. فكل في كثافة نوعية في كثافة كبيرة في هذا الأشياء. أيضا الموصلية الكهربائية مختلفة. موصلية كهربائية موصل الكهربائي تخبرنا عن موصل الكهربائي خليط التوصيل على سبيل المثال النحاس أحسن عن الرصاص على سبيل المثال مثلا الذهب أحسن عن النحاس الفضة أحسن عن النحاس. ليش لكن ليش ما نستخدم الفضة مثلا في الكيبلات تكلفة أيضا الألمنيوم هي مثلك لأن المسافات قصيرة مع المسافات طويلة. الموصل الكهربائي أيضا مهمة. الموصل الحرارية طبعا المواد الفلزية صفة عامة المواد الفلزية هي موصلة للحرارة لذلك نستخدمها في الطبخ لأنها موصلة للحرارة. المواد الفلزية سواء مع حليب سواء مواد أخرى طبعا المواد الفيزيائية مثلا المواصلات الفيزيائية قابلة للمطر مثلا النحاس أقدر نلطف الذهب نقدر نشكله نلطف فقابلة المعادن مختلفة عن بعض البعض في هذه الأشياء. درجة الذوبان أنا قلت مثال قد سابق عن درجة الذوبان. الذوبان سابقا قد بأن الإنسان يعني كان يعدن فضة في معدن أو في معدن يفكر فضة فلما جاء يذوب في درجة حرارة قليلة الزنك هو معدن الزنك هو معدن مختلف عن الفضة لأن درجة حرارته درجة الذوبان قليلة يعني الفضة حوالي أكثر من 1000 درجة ذوب لكن الزنك يمكن 600 يذوب. أنا الزنك بالمال الحام هذا مال الإلكترونيات يذوب الزنك بدرجة ذوبانه قليلة. أيضا في السبائك على سبيل المثال الإنسان قالت بدل أنا لحام فكرة لحام لما يلحم مثلا النحاس كان يلحم يضيف سبيكة من عقليت من الزنك والنحاس حتى يكون درجة ذوبانه قليلة يقدر يلحم النحاس هذا يصبح مكيفات يصبح مكيفات هذه خليط يعني على اساس انه يذوب. كذلك الفضه اللي حمل الفضه
شخص صار لما يلحم الفضة يستخدم قلية من الزنك والفضة في الشعر أساس ما يقدر يذوب النحاس يذوب هذه المادة في درجة حرارة قليلة ما يذوب الفضة ذوب المادة هذه أو المادة اللحام وتكون درجة حرارة قليلة فهذه طريقة يعني فالمهم كيف نستفيد من اختلاف درجة الذوبان في ال في على سبيل المثال في معرفة المعدن حتى مثلا أنا أعرف شغل الذهب على سبيل المثال لكن لما إذا في درجة حرارة قليلة فهذا مو ما يشتري ويطول ما يشتري مثلا اشتريت فضة أنا ما أعطيش الفضة لكن لما جيت أسوي هنا لا درجة حرارة قليلة إذا ما صار فيها أو إذا ما أنا حبيها أو إذا كذا فعلى هذه النقطة يعني فأنا بحط خبر أسوي في التجربة عن عملة هذه عملة ذهبية هذه نشوفها هل هي أصلية ولا ما أصلية؟ تسوي تجربة؟ طبعا هو شيء نوزن العملة وبعدين نسوي تجربة نسوي تجربة على المعدة الثانية تمام؟ اكتب الوزير مالنا اشياء خلاص هذه العملة 4.1 في الوزن تمام خلي معي الميزان صفر الميزان خلي ميزان في الكوب مثل هذه الطريقة صفر الميزان تعطيني كم مقاس؟ كم مقاس تعطيني؟ صفر نعم صفر. صفر صفر ندخل العملة في الماء. أعطانا 0.2 الآن المغازل الحديات مثلاً كانت أول شيء برونز
فمع يعني الانتاج الصناعي يزيد وكده فالاشياء هذه بدات خاصه الصين، الصين الان تنتج تقريبا فوق 80% من انتاج العالم من الزنك، بدي وارد منتجات زنك يستخدموا فيها، بدل ما كانوا يستخدموا النحاس غالي ولا البرونز غالي يستخدموا الزنك لانه عندهم توفر رخيص، واساس نفس الشيء يخترق في يبدلوه بسرعه فتستمر التجاره بالاعمال التجاريه. في هذه النقطه يعني احنا معاكم تقريبا من قطار عند الاخوات كم طلع معك؟ 17.5 لك اخر جروب كم طلع معكم؟ 18.8 طلع معكم 18.8 كم؟ 8.9 اللي هو ذهب جولد ذهب 24 جولد فمهم هذا الفضة وهذا النحاس وبالنسبة
بالنسبة للزنك، هذا الزنك، هذا الزنك، هذا الزنك وهذا رصاص، زنك رصاص، فالزنك الأخف يكون تقريبا نصف رصاص خفيف، وأيضا لونه مختلف، لونه يبين أقرب حال الفضة شوية. فأنا هذا الأساس يعني يكون الأشياء المعدنية. هنا طبعا الذهب وكذا مختلف. Thank you.
قال صلاح وقال لي الحوار صلاح كم؟ سبعة. طبعا بس تعرفوا المومو؟ المومو هذا المومو. نفس الفكرة كيف المومو كانت المومو لما بدي يدرس الحجارة بالجو هذا قال والله الحجارة الصلابة مختلفة. في شيء قال الصلابة وفي شيء عن الصلابة اللي هو على شيء الصلابة. للمس على صلابة. فالمس خليه هو عشرة وبقية الأشياء خليهم يعني في أشياء مختلفة. إلى التالي اللي هو يعني فهم نشوف الكواس طبعا لازم الجهاز الشيء اللي لازم نسوي فيه نسوي فيه الجهاز خلي فيه اللي هو المعايير عرفنا هذا سبعة خلي سبعة طبعا خام الكوارتز منشر جدا في العالم يعني خام الكوارتز معدن جميل لكن منشر بشكل كبير في العالم فناس هو على خام جميل وناس والله والله يعني جميل وكل حاجه كله غالي لكن كما قلنا نادره بعض الاشياء نادره تكون غاليه وبعضها لا تكون يعني نادره تكون غاليه وبعضها تكون منتشره تكون رخيصه هل من يعرف من خام هذا؟ Is it okay?